شمس الأحلام. برعاية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، نظمت مدرسة شوكين الرسمية احتفالاً مميزاً لتخريج طلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية تحت عنوان لقالق 2019. بكل اعتزاز وتقدير ننحني أمام هذا الجهد الرسالي التعليمي التربوي الذي لاحظناه والذي ستثمر نتائجه في الأجيال المقبلة عزا وفخارا ومزيدا من الانتصارات. لا تخافوا على أمنكم ولا على سيادة وطنكم ولا على أرضكم إذا كنتم تخرجون أمثال هؤلاء النماذج التي تبعث العنفوان وتبعث الثقة بالنفس والأمل بالمستقبل. وبعد أن شرفني الله سبحانه وتعالى بتحمل أعباء هذه المسؤولية هنا، كان الهم الأكبر لي كيف نغير هذه الصورة السلبية للمدرسة الرسمية عند الناس. وكنت أظن أن هذا سيتطلب وقتا وسنين طويلة وجهدا استثنائي، إلا أنني تفاجأت بأننا في وقت قياسي وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود المعلمين والعاملين وصلنا إلى أن أصبحت المدرسة اليوم خيارا للأهل. وهذا إن دل على شيء يدل على أن النهوض بالمدرسة الرسمية التي هي حاجة ماسة لكل أبناء الوطن بكافة مستوياتهم ليس بالأمر المستحيل. المهم في الموضوع هو اعتبار هؤلاء الطلاب كأولادنا، عندها نعمل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة تعليم لهم ولأجلهم. في هذا اليوم نريد أن نهنئكم بهذا النجاح والتميز الذي كنتم أهلا له وبهذه الهمة والنشاط الذي أنتم عليه. وإن نجاحكم هذا يعود فضله أولا إلى الله عز وجل ومن بعده إلى مديرة المدرسة والأساتذة الكرام، بالإضافة إلى الأهل الأعزاء الذين بذلوا في سبيل تعليمكم جهدا وتعبا ومالا. فإن زرع إدارتنا الحكيمة وسهرها أثمر وأينع، فاليوم يتخرج 42 خريجا بعد انتظار وتعب طويل. لقالق نصعوا اليوم بارتدائهم أثواب تخرجهم واستلموا أسلحتهم ليحاربوا بها الجهل ويرفع مكانة المجتمع.